السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم متداول. إن كان هذا الخبر صحيح، الوجهة إلى جيجلة الحبيبة. اكتشاف كميات كبيرة بالقناطير المقنطرة من الذهب بالشاطئ الأحمر في المنار الكبير بجيجل، وتوافد كبير من الناس وخاصة من خارج الولاية، والذهب يعود على حسب الأخبار إلى ملوك الرومان. خليك مع الفيديو، لا تنسوا الإعجاب بالقناة وتفعيل الجرس لكي يصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.